ما تتكلم بقى يا نضال، ما تتعبش قلبي. في ايه يا جمانة بس؟ امال لو ما كنتيش معانا في نفس المجال، انت بجد فاكره ان اقدر اوصل للناس اللي صوروا فيديو عمر في بيت هدايه؟ انا مش بس فاكره يا نضال، انا متاكده. متاكده ليه؟ اعرفهم مثلا؟ لا ما تعرفوش، بس انت نضال سفر. يا دي نضال سفر. طب انت جمانة شرف، تقدري تعملي ايه؟ حاضر يا جمانة، أوعدك إني هرجع للوسيط اللي بعت لي فيديو عمر الأولاني عشان أشتريه منه، وأسأله لو في حاجة تقدر تفيد عمر، بس أنا عارف رده. هيكون رده إيه؟ إن في مليون وسيط غيره؟ ده أكيد طبعًا، بس أنا هفترض إنه عرف يوصل لآخر حلقة في القصة، هيسألني الطلب ده قصاده إيه؟ صح طبعاً، هو منطقي جداً. فلوس؟ فلوس إيه يا جمانة؟ الناس دي ما عندهاش أكتر من الفلوس. على أساس إن ضل إن هم باعوا الفيديو الأولاني. الفلوس دي بتبقى لعبة الوسطى اللي في النص. الناس دي عشان تبرئ عمر رمضان، ده لو افترضنا إن عندهم اللي يبرئوا، لازم قصاد كده يطلبوا طلب كبير قوي، حاجة تبقى بالنسبة لهم حياة أو موت. إيه وفية؟ ألو، أنا قلت لك لما تكلميني يبقى مرة واحدة بس. عايزة إيه؟ البوليس هنا وجايين يقبضوا على الست فرح. فرح؟ يقبضوا عليها يعني إيه؟ ليه ما بعتيش تساعد لما ما رديتش؟ انت قايل لي ما بعتش رسايل. الضابط اللي هنا كان بيكلم حمزه باشا في التليفون وبيقولوا ان الخبر اللي نازل عنه هي اللي نزلته من الكمبيوتر بتاعها. خبر ايه؟ مش كفايه بقى كده ولا ايه؟ الو وفية، لسه ما طلعتش. انا شفتك. ايه في ايه مالك؟ مفيش، كنت بس عايز الحقك. انا هجيب لعمر الفيديو اللي هو عايزه، بس هما طلبوا حاجه محدده. انا بس اول ما الوسيط رد عليا يعني قلت الحقك على طول، عشان شفت الموضوع ده فارق معاك قد ايه. فارق معايا؟ فارق معايا اكتر ما انت تتخيل بكتير قوي يا نضال. بس ايه الحاجه اللي هما عايزينها؟ فلاشات كانت بتاعت هدايت، اكيد بنته عارفه هي فين.